محتاجين بس ان اللعيبه تكون مركزه في مباراه بكره. ان شاء الله هتكسب، وان شاء الله ان شاء الله هنكسب ومكسب كويس. محتاج تركز في مباراه الهلال، هتكسب وبتكسب مكسب كويس ان شاء الله. لكن لو مش مركز خلاص، لا تلومن الا نفسك، لا تلومن الا نفسك. انت عندك بكره مباراه، انا بكلم هنا اللاعبين، انت عندك بكره مباراه هامه جدا. مش محتاج ان انت تبقى مضغوط، مش محتاج ان انت تبقى متوتر، مش محتاج ان انت تبقى بتضيع فرص، لا. طبعا تبقى مركز فقط، مركز في المباراه طوال ال 90 دقيقه. وعندك جمهور ان شاء الله بكره هيبقى فيه على الاقل 10,000 متفرج. ال 10,000 متفرج اللي موجودين، وبرده دي رساله اخرى للاعبين، من اول دقيقه لغايه لما الحكم يصفر، الجمهور ده واقف وراك، لان ده جمهور النادي الاهلي. هو ده جمهور النادي الاهلي، وهي دي الطريقه اللي بيتعامل بيها جمهور النادي الاهلي في مثل هذه المباريات. من اول دقيقه لغايه لما الحكم يصفر، لا، جمهور الاهلي هيقف وراك وهيشجعك وهيؤازر الفريق. هو ده اللي احنا متعودينه من جمهور النادي الاهلي، وهو ده اللي احنا دايما بنشوفه من جمهور النادي الاهلي. فعشان كده انا بقول لحضراتكم لا شيء يدعو للقلق، هي مباراه بكره ان شاء الله، مباراه في كره القدم ان شاء الله الاهلي يستطيع. لو ما نيجي نتكلم فنيا، الفارق الفني واضح للنادي الاهلي، ولكن هي كره قدم، ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل. على كل اللاعبين وعلى الجهاز الفني بذل اقصى مجهود، اقصى مجهود يقدروا يعملوه علشان يقدروا يكسبوا المباراه. ولكن في النهايه كره القدم زي ما اتكلمت دايما وبتكلم مع حضراتكم، كره القدم ثلاث نتائج، كره القدم ثلاث نتائج، مكسب وتعادل وخساره. النادي الاهلي يسعى دائما للمكسب، ولكن انت في نفس الوقت انت بكره بتلعب فريق كبير، فريق من الفرق الافريقيه الكبيره جدا، فريق النجم الساحلي. فان شاء الله نشوف مباراه حلوه ما بين الفريقين، ان شاء الله ان شاء الله يستطيع النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراه، لانه زي ما قلت لحضراتكم هناك اشياء كثيره، النادي الاهلي افضل فنيا من النجم الساحلي بشكل واضح. ولكن الملعب حاجه تانية. ال 11 لاعب اللي هيلعبوا والتغييرات اللي هيعملها ريني فايلر بكره هي اللي هتؤثر وبشكل ايجابي او بشكل سلبي في المباراه. فخلينا ننتظر لغايه بكره. ودائما انا عارف ان جمهور النادي الاهلي دائما ما يكون متفائل في كل شيء، النادي الاهلي يسعى في المباراتين القادمتين يسعى لست نقاط، لا يسعى لاقل من كده. كل الاجتهاد اللي بيجتهده اللاعبين والجهاز الفني مش عايزين حاجة، وتركيزهم فقط في مباراة بكرة ومباراة إن شاء الله الهلال السوداني. خلينا بس نعدي مباراة بكرة وبعد كده نتكلم في مباراة الهلال السوداني. إن أنت بكرة تاخد ثلاث نقاط، وإن شاء الله إن شاء الله تروح تلعب في الهلال السوداني تاخد ثلاث نقاط تاني. هو ده تفكير لعيبة النادي الأهلي، وأنا متأكد إن هو ده تفكير جمهور النادي الأهلي. المؤازرة لفريق النادي الأهلي بكرة هي الأساس في كل شيء، وأنا متأكد أن جمهور النادي الأهلي هيفضل واقف وراء فريقه من أول دقيقة لآخر دقيقة، لأن هو ده الطبيعي، ده اللي احنا بنشوفه دايما من جمهور النادي الأهلي. فعشان كده النهاردة الواحد قاعد طول النهار متفائل جدا حتى بعد النتيجة. يعني أنا استغربت جدا ناس تقولك إيه الموضوع بقى صعب، لا، هو الموضوع اتصعب من نتائج المجموعة، مش من فوز الهلال على بلاتينيوم. فوز الهلال على بلاتينيوم فوز متوقع بالمناسبه. يعني لما تيجي حد يتكلم مع كان بيتكلم معايا الفتره اللي فاتت يقول لي هو مين اللي هيكسب، الهلال ولا بلاتينيوم، انا بقول لهم الهلال الافضل وهو اللي هيكسب. فكلنا كنا متوقعين ان الهلال يكسب. ايه اللي جد جديد من بعد ما الهلال كسب؟ الموضوع بقى اصعب؟ لا، الموضوع من الاول، من المجموعه من اولها ملخبطه، فيها صعوبة كتيرة جدا. المباراة اللي المفروض النجم يكسبها اتغلبها، المباراة اللي المفروض الهلال يكسبها اتغلبها، المباراة اللي الأهلي المفروض يكسبها اتعادل فيها. فالمجموعة كلها ثلاث فرق من الفرق الكبيرة جدا في القارة الأفريقية، سواء النادي الأهلي أو النجم الساحلي أو الهلال السوداني وبلاتينيوم طبعا، ولكن أنا بتكلم على الأبرز وتاريخيا وأكثر بطولات وكل شيء، الأهلي والنجم والهلال.